السلام عليكم. اذا المشاهدين ديالنا كيمشيتوا معنا هاد النهار القيالي نقلو، وهاد العشيه ما بغيناش نضيعوها، عندنا واحد البريكول هنا خفيف واحد الدار نوريكم. اولا ها المسائل باش غادي نخدموا المناجل، وعندنا سيدي عندنا الصابه، هي الصابه نخدموا بها ان شاء الله. دابا غادي نشوفوا هاد البليصه، هاد البليصه هادي اللي كتشوفوا هادي كلها خاصها تكرط، كتجمع لنا الحشرات والحيوي والعقارب، هادي كلها ان شاء الله غادي نكرطوها، نحيدوا هاد الربيع كله، هاد الربيع كبير يتحيد تولي الدنيا زوينه. هنا كيتخبعوا دابا الحراره والباديه، راك عارفين معروفه بهذا الشيء ديال الافاعي والعقارب، هادشي كله خصو يتحيد. هاد الغابة هادي كلها خصها تحيد. صافي منين داز فصل الربيع صافي هادشي غادي يكبس، وغادي يولي غير خشيش داير بالدار وصافي. نحاولوا ما امكن نضفو هادشي ان شاء الله، وانتم غادي تشوفوا كيفاش غتولي. تابعوا معنا الفيديو. وغتخدم بهاكا ها حافيه، غتكرفص عبد العزيز، عبد العزيز غتكرفص اصاحبي. شوك شوك تقنية أخرى هذه. هيت شو هيت شكرا. اذا كما شفتوا معنا هذه هي الطريقه باش كنحيدوا هذا الشيء ان شاء الله. حتى هو فيه تمارة شويه ان شاء الله تنقى الدعوه، بقاوش ما يجبروا فين تخبعوا الحشرات.
نجمعوا في هاد البلاصة هادي، نجمعوا في هاد البليصة هادي، مني يكبس نطلقوا فيه العافية. ياك اسيدي خصو يتحرق. ها المعلم التاحق، ها المعلم البطل ديالنا التاحق بينا. حيد حيد نشوف، شوف شوف ها جر مالي جر. غير شويه يا محمد، غير شويه، مازال خضره ثقيله. ان شاء الله على منظر رائع، منظر الصيف في الربيع كانت كتبان الدنيا خضراء، دابا البيوضه غير الشجر هما اللي خضر. ايوا حنا بدينا نحيدوا هذا الشيء دابا، تبارك الله الدنيا بدات تنقى. هاد الجهه كيفاش تنقات، هازال غتشطب شويه وتحيد هذا الشيء، تبارك الله. هاد الجهه هادي تحيدت، شو شحال شو شحال ديال شو شحال ديال الخش. هذا غنجمعوه في هاد البيصه ونحرقوه ان شاء الله منين يبس. تساراو شوية في الدوار، بقا لنا غير نضربو شي تشطيبة. هاهي الشطابة جبناها، أكبر شطابة في العالم. نضربو شي تشطيبة دابا إن شاء الله. هانتوما كيف ما كتشوفوا الدنيا كيولات كلشي مكرط، كلشي مريقل. دابا الى داز شي حيه نشوف، شوفها من البعيد.
دابا القضيه زينه. واش داك الغابه هنايا؟ ها زينه العموم القضيه. ويلي عين جيب الطبله نجيب لنا البغرير. قهوه والبغرير ما شاء الله. راه هذا البغرير هذا ندير له بحال هكا. انه البغرير. يا سلام يا سلام يا سلام على البغرير في الطبيعه. هيا ويا هيا ويا على عم احمد يفقصني. يديروا له شي تصويره. تشك 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 تشك. هاي 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 هاي. لا تشك لا تشك. انت تاكل السكر. كي جاك كسكروت؟ كي جاك كسكروت في البادية؟ هاي هاي هاي. زيت الزيتون راه الزيتون وكحل وحمر ومشرشح ما شاء الله. هذه عروانة. عروانة عندك مع عروانة؟ عمي احمد. اجي عمي احمد تاكل البغرير. حمار فيها السكر. لا ما فيهاش. كي جاتك التكريطة اللي ضربناها؟ الله يعطيكم الصحة. عشتي الله يعطيكم الصحة. دابا ما تخاف لا محلوشة لا والو. ما يقدروش الحنوشة يتخبعوا هنايا. عندهم هنا يتخبعوا كاع. دخلوا للدار. الله يحفظك اودي السي عبد الرحمن. عبد العزيز. الله يلا عاوننا مسكين. لا هو ضروري. دابا في النهار كنقيلو خدامين، الا ما خدمناش في العشيه والو.